السلام عليكم، مزيونات كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير. معكم خديجه في شيوات خديجه. اليوم غادي نعدلوا مع بعضنا الرغايف او مسمنات، كيجيو بطريقه سهله وسريعه ومقادير زعما قلال. انتما كتعرفوا الرغايف ما كيديوش بزاف المقادير من غير الفينو والطحين العادي والملاح والماء. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، نمشيو نشوفوا مرحله المقادير ان شاء الله. هادو المكونات اللي غادي نعملو في المسمن أو الرغيفات الرغايف. حنايا طاجين كنقولو رغايف. عندي 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، وعندي 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الفينو، وعندي شوية ديال الملاح، وعندي شتيت الزبدة. غادي نعملها لا ميت تكون كتخدم الباكينة والماء. أنا غادي نعمل المقادير ديالي كاملين في هاد البول ديال الحجانة، وغادي نمشي نعجنو. نملح صافي، نعمل الحميره لا والو. الحميره غنعملها من بعد من كون كنطلقو، والزبده غادي نعملها ملي نكون كنخدمه. غادي نمشي نعجنها ونتابعو. يعني من بعد ما دلكت بعد ما عجنت العجانه تاع الرغايف ديالي، كنقطعهم هيدا على هاد التقاده هادي، من بعد ما قطعتهم هيدا غنخليهم يرتحوا نص ساعه. المهم الرغايف شحال ما بقاو يرتحوا مزيان، ديك الساعه نتابعو ان شاء الله. من بعد ما رتحت لي العجينه ديالي غنطلقوهم هنايا للمرميه. هاد الموطه فين كتخدمو فيه؟ انا هنايا هذا اللي عندي الموطه. من بعد ما كنطلقها عندي هنايا عندي السميده والخميره، الخميره بيكن باودر حق شويه شاملت باش كتنفخ ملي كتكون كتطيب. نطويها نخليها هنايا ترتاح، وغادي نعمل واحده اخرى. عندي هنايا الزيت النباتيه شويه ديال الزبده باش كيجيو رطبين. غادي نعملو نفس العملية، غادي نعمل نرشو عليها شتيتو ديال السميدة والخميرة من الفوق، وغنطويوها عاود بهاد الشكل، حيت العجينة ملي كترتاح كتسهل الأمور، تسهل الشغل. غنكمل واحد ديالي ونتابعو. من بعد ما سخنت المقلة دابا غنعمل الرغيف ديالي طيب. بعد ما رجعت لي هيدا كامله غنقلبها. انا كنقلبها بهذه ديال البطاطا باش ما كتشوهنيش. هاهي كيفاش كتنفخ، كتجي شي هاد كمان من الوسط وكتجي مزيونه. ملي كنعمل هاديك الخميره مع السميده كتنفخ كتجي هشيشه. غنزولها وغادي نعمل الاخر.
متخرطين هاي حتى هي كيفاش كتنظفوا راه غير كيجيو مزيونين من الداخل ما كيجيو لا ناقصين لا معجنين لا حتى حاجه بحال كتشوفوا دابا غادي نزولها وغادي نعمل اخرى ونتبع الوحده ديالي كاملين ونشوفوا التقديم النهائي ان شاء الله. هما هادو الغايت ديالي من بعد ما كملتهم كيجيو على هذا القوام هذا كيجيو شاشين مزيونين بالطريقه اللي عملت انا كيجيو زعما مزيونين ما كيجيوش مضاقصين وساهلين دغيا كنساليهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو واذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم والضغط على الزر الاحمر باش يوصل كل جديد ديالي ونتلاقاو في وصفه وفيديو اخر ان شاء الله.